باشا الميدان المحمر هي دوري لي في تحقيق أهداف المرفق العمومي وتحقيق أهداف مؤسساته على وجه الخصوص. هذا التهميش هو الذي ساهم في اضمحلال الأخلاق وفي اضمحلال قيم الحق والعدالة. من هنا جاءت استراتيجية الدولة أساسا إلى ضرورة إيجاد توازن بين الأداء والفاعليات وبين الأخلاقيات. الأخلاق أحيانا تتداخل المفاهيم لدى البعض. لدينا الأخلاق وهو ما يعرف لاموغال وهي التي يرتبطها الفرد بالتربية في الأسرة في المدرسة، ولدينا الأخلاق الإيتيقة وهي السلوك التي يمارسها الشخص في واقعه، ولدينا الأخلاقيات المهنية الديونتولوجي وهي ما سأركز عليها اليوم كإدارية أيضا، لأن الموظف العمومي إن لم يكن له ضمير حي قبل القوانين وأن ينظر إلى مهمته في تجاه مؤسسته وتجاه وطنه على أن العمل الإداري هو رسالة يكون فيها ملتزم. ونحن اليوم نناقش هذا الميثاق الجامعي، وإذا أردنا أن نفسر كلمة ميثاق فهي من الفعل الثلاثي وثقة، أي الثقة الالتزام، أن يكون الموظف له علوية الضمير، أن تكون له مراقبة ذاتية، مراقبة تلك الأمانة التي هو مسؤول عليها قبل علوية القانون. ساعات البلاد التونسية مقارنة بالعديد من التجارب الأخرى إلى إيجاد تجربة خاصة بها. سأحاول أن أقدم بعض التجارب للمقاربة لبعض البلدان، وسأذكر بالأساس تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تركيز ديوان الأخلاقيات في سنة 1978 وهو مؤسسة مركزية مستقلة تقوم أساسا على قيادة برامج ومتابعة أخلاقيات أعوان السلطة التنفيذية، تقوم على متابعة التزام أعوان السلطة التنفيذية بخدمة الصالح العام وعدم الانحراف بسلطاتهم نحو المصالح الشخصية. لدينا التجربة التركية في إحداث مجلس الأخلاقيات للوظيفة العمومية، وهي تحتوي على أهم القيم والمبادئ والسلوكيات الأخلاقية كالشفافية والحياد والنزاهة والمحاسبة وحماية المصالح العمومية. وضعت هذه التجربة وحدة تكوين في مجلس الأخلاقيات، حيث تقوم بالأساس على برنامج القيادة الأخلاقية. لدينا تجربة نمسا في أكتوبر 2008، حيث قامت نشر مدونة السلوك النمساوية لمقاومة الفساد تحت عنوان المسؤولية تقع على عاتقي، وهي تضمنت أساسا لمطلب صريح لجميع المنظمات والمؤسسات لتوفير التكوين الملائم في مجال النزاهة والوقاية من الفساد لموظفيها. وبالتالي نلاحظ هنا أن الجانب الأخلاقي يعني جانب مهم جدا خاصة في المستوى الجامعي. أنا أنظر دائما إلى أن الإدارة التونسية عندما تكون في حرم الجامعة لديها خصوصية على اختلاف الإدارة في المرافق العمومية، لأن الفساد هنا هو فساد موجه أساسا لعدم صالح الطالب. يعني لا أريد أن أركز اليوم عن الفساد في إطار الصفقات العمومية، في إطار يعني ما قامت به الدولة من محاولات لإيجاد مدونات سلوك قطاعية كما مدونة الديوان التي هي بصدد الإنجاز، بل سأركز أساسا على الجامعة التونسية. يعني الدولة حاولت في استراتيجياتها في الحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد إيجاد العديد من القوانين أساسها بعد في إطار المسار التشريعي والترتيبي. سأذكر بعض القوانين التي حاولت الدولة من خلالها إيجاد علوية للقانون لمعاقبة كل من تحول له نفسه أن يخون الأمانة وأن يعلي المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. أذكر بخصوص القانون الأساسي عدد 77 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،
ومتشعبة